السلام عليكم ورحمة الله جميعا، يعطيكم العافية وأسعد الله مساءكم بكل خير. هنكمل بعض حلول الباقية من أسئلة الليزز. تمام، طبعا تأخرت لمدة أسبوعين مثل ما قلت لكم، أحيانا الواحد بيصير معه ظروف تمنعه. إن شاء الله اليوم كمان أو بكرة حسب الوضع حتكون محاضرات البارت 2 جاهزة بالنسبة لموضوع الريشوز أو النسب اللي هي ابتداء من الوحدة الدراسية السابعة، وحيكون أيضا متوفر لديكم محاضرات عن البادجت أو الموازنات اللي هي ابتداء من يونت 10 بالنسبة لبارت 1. طبعا حاول أني أخذ بالنسبة لبارت 1 المواضيع اللي فيها حلول عملية بعيدة عن الموضوع النظري. الحكي النظري ممكن لحالك تصير تفهمه وتقراه، لضيق الوقت عندي ما قادر انا مثلا انه اغطي كل اجزاء النظريه، ححاول انه اركز على الحلول العمليه بشكل اكبر. هذا بالنسبه لانطلاقا من اليونت 5 لغايه اليونت 12، طيب اللي هي من 5 الى 12 اللي هي بتحكي عن التكاليف عن البادجت عن الانحرافات. هذول الثلاث مواضيع الرئيسيه. طيب هلا كنا توقفنا بآخر فيديو نشرناه بالسؤال رقم 19 محلنا كان عن موضوع ليسز أو عقود الإيجار. هلا هون السؤال فكرته كالتالي، هو عم يقول لك نتيجة لمعالجة خاطئة من قبل المحاسب، تمام، عالج العقد على أنه تشغيلة بدل ما يكون تمويلة، أفرع بدل ما يكون من نوع المبيعات. إذا من وجهة نظر ليزر هو بيحكي في السؤال أن المحاسب أخطأ، بيعتبره شو؟ قال لك لاحظ هون mistakenly traded the lease as an operating، تمام؟ وقايل لك أنه الليزر should have accounted for this leases as sales type، هو المفروض يكون من نوع المبيعات ولكن عولج خطأ على أنه من نوع أو على أنه عقد إيجار تشغيلي. طيب المطلوب في هذا السؤال أنه شو هو التأثير على صافي الأرباح (net earnings) لمتلكم خلال during the first year of treating this lease as an operating lease rather than as a sale. يعني شو التأثير على صافي الأرباح، تمام، في حال نحن حالجناه على أساس أنه هو عقد إيجار تشغيل بدلا منه المبيعات. طيب هلا شو تكون طريقة الحل؟ هون نحن نشوف أنه نطبق مباشرة على هذا السؤال الحالتين، تمام؟ هنشوف. هلا أنت أول شيء هون إلا في أول يوم من العام أو من التقويم الميلادي، يعني إلا كل المؤجر، تمام، أجر ليست certain property at an annual rental، في عنده أجر أصل أو ممتلك من ممتلكاته ب annual rental، يعني شو اللي هي إيجار دوري بقيمة 100,000 receivable at the beginning of each year for 10 years، تمام؟ إذا أنت عندك في بداية كل سنة من 10 سنوات حيقبض هذا المؤجر دفعة دورية متساوية بقيمة 100,000. طيب إذا مجموعهم قديش كله؟ معناتها مجموعهم كله مليون. طيب هلا أول دفعة قال لك was received immediately، تم استلامها مباشرة. إذا هو مجرد من العمل العقد استلم أول دفعة مباشرة، تمام. هلا the lease property new، أصل جديد، تكلفته 650,000، بمعنى شو؟ يعني هذا الأصل كلفه للمؤجر 650,000. طيب ولديه استمدت يوسف الوايف of 13 years with no salvage value، عمره الاقتصادي 13 سنة بدون القيم الفردوية متبقية. معدل الفائدة الضمنة في العقد هو 8%، طبعا هذا اللي محدده المؤجر. القيمة الحالية للانيوتي لاستحقاق 1 دولار في بداية كل فترة
عنده فائدة 8% لمدة 10 سنوات وكذا. طبعا هو أعطاكم معامل القيمة الحالية جاهز في السوق. طيب هلأ هون هو بما أنه إحنا beginning فحناخد الانيوتي، أما لو كانت ending حتى أخد شو الordinary. طيب هلأ بس هذا هو قال لكم أنه المؤجر depreciate أو يعمل استهلاك لكل ممتلكاته باستخدام طريقة القسط السابق. طبعاً قال لك مع إهمال تأثيرات الضريبة والمطلوب شرحه. طيب تمام هلا كيف يكون طريقة الحل لهذه الصورة؟ أول شيء نحن إذا أخذناها على أنه من نوع المبيعات ماشي؟ نعتبر نحن هلا قدام من نوع المبيعات. إذا أنت هلا من نوع المبيعات اللي هو السيلز تايب، أول شيء شو نجيب؟ بدنا نجيب اللي هو القيمة الحالية للدفعات الإيجارية اللي هو present value of rental payments. إيش بتساوي؟ بتساوي 100,000 اللي هي الدفعة الدورية ضرب المعامل تبعه اللي هو 7.247. أوكي بيطلع عنا إيش؟ 724,700. سجلوا عندكم 724,700 هي القيمة الحالية للدفعات الإيجارية. طيب هلا اذا هاي هذا ال 27700 هي اللي حتجي كصافي قيمه حاليه من اصل المليون. ما هو عنده 100,000 كل سنه لمده 10 سنين حيقبضها، يعني مليون. والقيمه الحاليه للمليون قديش حاليا؟ قيمتها 724700. اذا الفرق بيناتهم ما هو شو حيكون؟ هو حيكون معدل الفائده. طيب هلا جبنا نحن شو؟ جبنا الايراد تبعه السيلز ريفينيو صح؟ احنا قلنا بما انه هو من نوع المبيعات فبالتعب لازم نعالجه هلا بما انه هو من المعالجه الصحيحه لان احنا نشوف التاثير اللي بيصير. طيب اذا 724,700 هي عباره عن شو؟ القيمه الحاليه للدفعات الايجاريه. احنا المؤجر في حاله الايجار من نوع المبيعات مسجل تكلفة البضاعة المباعة صح؟ إذا من حساب الـ cost of goods sold إلى حساب الـ inventory، inventory بالنسبة له أصل المؤجر. إذا القيد الأول حيكون شو؟ حيكون من حساب بنقول من حساب sales revenue بقيمة 724,700 تمام؟ إلى حساب اللي هو من حساب lease receivables مدينو عقود الإيجار إلى حساب الإيراد الإيجار أو السيلز ريفينيو عفوا الرنت الليز ريفينيو، والقيد الآخر من حساب الكوست أوف جودز سولد إلى حساب الإنفنتوري بقيمة 750,000. طيب هلا هون بهاي الحالة أنت شو اللي صار؟ هلا شو التأثير اللي حيكون على صافي على صافي الدخل؟ أنت بتستخدم طريقة المبيعات قائمة الدخل عندك أو الانكم ستيتمنت تتأثر بأول شيء وجود جروس بروفيت ناتج عن تسجيل إيراد إيجاري تمام من النشاط الرئيسي وتكلفة البضاعة مباعة صح؟ هذول الاثنين يعطوك جروس بروفيت. هذا أول تأثير حيكون على مين؟ على قائمة الدخل. ثاني تأثير اللي هو بالنسبة لعقد من نوع المبيعات حيظهر عندك شو اسمه؟ إيراد الفائدة تمام؟ اللي هو rental income أو income revenue. إيراد الفائدة الناتج من العقد أو من الدفعات اللي عم تصير تمام؟ إذا هو حيتأثر بشكلين. أما لو operating lease بيأثر فقط على net earnings أو عصاف الدخل أو net income بتسجيل نشو بس فقط مصروف الإيجار. من هنا بتورد مصروف الإيجار اللي هو من المعاملة الطبيعية لهذا العقد. طيب إذا operating lease بينتج عنا نحن هون شو يعامل على أنه معاملة rental income
يعني بيطلع انا عندي شيء اسمه دخل ايراد وبيطلع عندي طبعا بما انه هو operating lease عفوا حيصير عندنا مثل ما بنعرف قيد لاستهلاك الاصل المؤجر. طيب بنكمل هلا. اذا هامش مجمل الربح نطرح ال 724,700 من 650,000 حيعطيني 74,700. ال 74,700 اللي حتطلع لك هي الجروس بروفيت. هلا التأثير الثاني اللي هو تأثير الإيراد. طيب هل نحن قديش قلنا بدنا منه؟ نحن قلنا بدنا منه 724,700 تمام؟ هلا أخذنا منه 100,000 مباشرة. قال لك was received immediately. إذا ضل عنا نحن كليز receivables كم؟ 624,700. حلو. هلا إذا نلاحظ نحن في قائمة الدخل بيظهر عنا إنه قيد من حساب الليز receivables إلى حساب السيلز ريفينيو اللي هو إيجار العقد أو الإيراد الإيجاري. هذاك حيظهر ب 724,700 في قائمة الدخل. أما أنا عندي بميزانية حنطرح منه 100,000 اللي نحن استلمناه مباشرة. إذا أنا عندي 624,700. طيب هلا 624,700 هاي نحن قديش كيف إنه بنجيب الانترست أون ليز ريسيفيبلز الفائدة على مدينة وعقد الإيجار نضربها بالدفعات الإيجارية الدولية صح؟ تمام. إذا نجي منقول شو إذا المستحق عنا 624,700 ضرب هاي الليز ريسيفيبلز ضرب 8% حيعطيني 49,976. هاي الفائدة مباشرة أول سنة تمام. طيب هذا الإيراد الثاني اللي حيجينا هذا شو؟ هذا الإيراد الفائدة الثاني. طيب إذا 49,976 هاي بتظهر عنا شو؟ كإيراد فائد كليز أو كإحنا عندنا ليز ريفينيو اللي هو الإيراد الأساسي وهاي حيظهر عنا كإنترست ريفينيو كإيراد فائدة. طيب 49,976 زائد وقلنا من الأول في عنا مجمل ربح 74,700. إذا إجمالي قائمة الدخل حتتأثر وفقا لنوع المبيعات ب 124,676 تمام. هلا لو نحن عم نعالجه على انه اوبريتنج شو حيكون القيد؟ مثلا من حساب الكاش الى حساب الرنتال انكم بمقدار كم؟ بمقدار ال 100,000 تمام. بمقدار ال 100,000 رنتال ريسيفيبل تمام اوكي لانه هو استلم 100,000 مباشره. اذا بنقول مثلا من حساب فرضا الكاش طبعا ما في معالج اخرى لازم نقول ان ايرن ريفينيو ولكن للتبسيط بقول لك من حساب الكاش الى حساب مثلا اللي هو الرنتال انكم ماشي. بعدين الاصل لاحظ هون بدنا نهلكه 650,000 نحن قلنا التكلفة تبعيته كم؟ 650,000 على اللي بما انه هو مملوك الاصل مملوك لل الاكون فور يوز اوف لايف تمام ل 13 سنة. اذا ليش؟ لأنه هو من نوع المبيع من نوع التشغيلة ما انتقلت الملكية هو operating من أصل على 13 اللي هي العمر الكاملة الأصل وليس مدة عقد إيجار. 50,000 هاي 50,000 أنت كل سنة حتنزلها صح؟ يعني بمعنى أنه أنت حيظهر عندك 100,000 وفقا للoperating lease لقائمة الدخل 100,000 rental income
فاذا عندك 50,000 مصروف هناك معناته انت قديش اصلت عندك وفقا للاوبريتنج ليز 100,000 ايراد او دخل ايجاري ناقص 50,000 مصروف الهلاك صافي التاثير وفقا للاوبريتنج 50,000. اذا وفقا اذا عالجتونا هل وفقا للاوبريتنج حتصير قائمة الدخل ب 50,000 موجب، ولو عالجته صح وفقا لنوع المبيعات بقول انا اثرت على قائمة الدخل ب 124,676. اذا الفرق بيناتهم هو صافي التاثير اللي هو 74,676 عنده شو ستيتمنت يعني مخفضه بشكل مبالغ. ليش؟ لانه نحن المفروض يطلع عندي ان التاثير على صافي الدخل انه 124,676 ولكن هو ظاهر ب 50,000. ليش؟ لانه نحن عم هو عالج خطا وفقا للاوبريتنج ليز. السؤال رقم 20. السؤال رقم 20 عم يقول لك ببساطة الرينت should be reported by the user as revenue. نحن ايمت من نعم نخلي الإيجار إيراد على مدى مدة العقد الإيجاري as it becomes receivables. تمام؟ according to the provisions of the lease. ايمت نحن نسجل رينت مباشرة فقط في حالة الأوبريتنج، في حالة السيلز نحن بنقول حساب الليز ريسيفيبل. تمام، بنسجل أيضا السيلز اللي هو بيظهر عندك بقائمة الدخل اللي هو السيلز ريفينيو أو عفوا الرنت ريفينيو الليز ريفينيو الليز ريفينيو هون بالليز ريفينيو. إذا بالسيلز تايب بيظهر عندنا هون ليز ريفينيو وهون ليز ريفينيو، أما الأوبريتنج هي الوحيدة اللي بيظهر فيها شو اللي بيظهر فيها الرنت. اذا الرنت ريفينيو الرنت كريفينيو بيظهر فقط في الاوبريتنج، اما الليز ريفينيو واللي هو موجود بالسيلز وبالدايركت. طب من وجهه نظر مين؟ الليز المؤجر. طيب السؤال رقم 21. السؤال رقم 21 عم يقول لك شركه نيري دخلت في عقد تريز كمبيوترز انه هي تستأجر كمبيوترات من شركة بالدوين ابتداء في 1 جنوري من 1 جنوري من السنة الأولى. المعلومات المتعلقة بهذا العقد قال لك مدته 4 سنين، العمر الافتراضي للكمبيوترات 5 سنين، القيمة الحالية للدفعات الإيجارية المستقبلية أعطاك إياها مباشرة 100,000، القيمة العادية للأصل المؤجر في تاريخ العقد الإيجاري 10.5 105,000 عفوا، ايضا الامبليكيت ريت اللي هو سعر الفائده الضمني معلوم للمؤجر للمستاجر بقيمه 10%. تمام. هلا انا في نهايه العقد ownership of the asset ملكيه الاصل تنتقل لمين؟ للمؤجر. تمام. اذا هذا من نوع المبيعات. ليش؟ لانه مجرد ما تحقق شرط واحد من اصل 5 شروط. طيب صنف لأنه كابيتال ليز. طبعا كابيتال ليز سابقا كان يقولوا لها إيجار رأس مالي، حاليا صار اسمها فاينانسينج ليز. وين اس فاينانشال اند يوزز ستريت لاين ديبريشيشن. قال لك في واحد في تاريخ بداية العقد ليز وود بي ريبورتد اون نيرز بوك اس. ساعتها انت كيف حتعبر او تعلن او تبلغ عن الاصل؟ تمام، في دفاتر مين؟ في دفاتر الشركة المستأجرة. طيب هاي الحالة انت شو هتعمل؟ طبعا احنا قلنا في حال كان هو من نوع الكابيتال ليز اللي هو حاليا اسمه الفاينانسينج ليز، احنا عم نسجل اصل والتزام والتزام. هل عم نسجل فقط اصل؟ لا، احنا قلنا بنسجل الرايت اوف يوز اسيتس اصل حق الاستخدام والليز ليابيليتي التزام نقد الايجار. فنحن اذا وفقا للعقد الإيجار الرأسمالي اللي يسمى حاليا الإيجار التمويلي هو مسجل فيه الأصل والالتزام. طيب نفس السؤال هاد بنفس المعطيات. تمام، شو هي ما هو مقدار الأنوال أمورتايزيشن مصروف الإطفاء الدوري اللي حيسجله المستأجر في دفاتره عن الكمبيوترات المستأجرة؟ طيب إذا معناته هو هون شو بده يعمل؟ إطفاء
للرايت اوف يوز مباشرة، هو بيقول لك امورتايزيشن اكسبنس للمستأجر، والعقد من نوع المبيعة من نوع التمويل بالنسبة للمستأجر مباشرة تاخذ الاصل اللي انت سجلته كرايت اوف يوز وتقسمه على عدد سنوات عقد الايجار في حال كان لا ينقل الملكية، يعني في حال انه هو يعني في حال انه في اخر المدة خيار نقل الملكية ما موجود، ولكن في شروط اخرى تحققت بسبب نوع الفاينانس بتقسمه على مدة عقد الايجار، ولكن اذا بنقل الملكية بتقسمه على مدة الاصل نفسه. طيب هون عنا قال لك انه القيمة الحالية للدفعات الايجارية 100,000، تمام؟ طيب يعني كيف نطلع الامورتايزيشن؟ اول شيء شو حيكون القيد من حساب الرايت اوف يوز اسيت الى حساب الليز ليابيليتي بقيمة الدفعات الحالية، القيمة الحالية للدفعات الإيجارية اللي هي 100,000 حسب لك اياها مباشرة، تمام؟ 100,000، اذا 100,000 من حساب الرايت اوف يوز الى حساب الليز ليابيليتي 100,000 100,000، تروح مباشرة 100,000 شو بتقسمها؟ هل حتقسمها على 4 سنين ولا على 5 سنين؟ شو هي شو حتستخدم هون؟ هون قال لك انه الملكيه تنتقل، اذا في نهايه العقد المستاجر سوف يصبح هو المالك، اذا نحن ساعتها بنقسم على 5 سنوات، بنقسم على شو؟ على 5 سنوات، مو لانه من نوع الفاينانس، لا، لانه هو في شرط نقل الملكيه، حتى لو ما كانت الاربع سنين بتغطي مثلا 75% من اجمالي العمر الاقتصادي للاصل ما في مشكله. المهم انه فينا الملكيه، فينا الملكيه اذا انا بحسب على طوال 5 سنوات لحتى طالع الامورتايزيشن اكسبنس اني واي. طيب 100,000 على 5 20,000، اذا انا حيكون عندي مصروف الدوري هو عباره عن 20,000. السؤال رقم 23 بيقول لك هون if a lease uses of balance sheet financing assets have been acquired بمعنى انه انت اليوم قلنا انه في عقد الايجار قصير الاجل اللي هو اقل من 12 شهر، تمام؟ هاي العقود يخير فيها المستاجر انه هل هو يسجلها عنده ك التزام هو أصل أو أنه هو يختار يسجلها كمصروف إذا كانت أقل من 12 شهر. فإذا هو اختار يسجلها كمصروف تعتبر لحد الآن من البنود التمويل خارج الميزانية، بنود التمويل خارج الميزانية تتعامل مع إيجارات قصيرة الأجل، هذا المنفذ الوحيد اللي ضل للمؤجر للمستأجر أنه هو يتهرب من موضوع إثباتها في دفاتر وكالتزامات وكأصول فقط إذا كانت المدة أقل من 12 شهر. السؤال 24 قال لك which of the following meets accreditation for a lease to account for a lease as a finance lease، أي من مما يلي يلبي شروط الشروط عقد الإيجار لكي يحاسب المستأجر عن عقده على أنه من نوع التمويل. يعني المستأجر الليزي ايمت بيعتبر العقد الايجار اللي هو الليز من النوع الفاينانس؟ انه اذا تحقق شرط من 5، لان احنا بنحكي على الليزي. طيب هل انه عقد الايجار is for unspecialized equipment؟ هل عقد الايجار بيتضمن آلة غير متخصصة؟ لا، احنا قلنا شرط انه يكون في specialized، اذا ما في specialized انتفى الشرط. طيب الطرف الثالث ضامن القيمة المتبقية للأصل المؤجر؟ لا، احنا قلنا الطرف الثالث بيضمن، بيكون هذا مطلوب في حالة إذا نحن كنا عم نبحث عن عقد من نوع التمويلي المباشر أو financing direct financing lease. أما الفاينانس ليز ما فيه أنه يكون شرط third party، وإنما شرط أنه يكون الطرف المستأجر هو نفسه الضامن، يعني لازم يكون الليزي هو الضامن. طيب القيمة الحالية للدفعات الإيجارية 75% من القيمة العادية؟ لا، نحن قلنا لازم 90% تساوي 90 وأكثر. طيب ضل عنا آخر شرط، هل إنه المستأجر is reasonably certain to exercise the option to purchase now؟
وأدنى بيكون في خيار شراء، ومن المؤكد أن يقوم المستأجر بممارسته. ساعتها نحن بيكون في عنا written option موجود وحيكون منه الفاينانس ليز. هذا الجواب الصحيح. السؤال 25، أي من الشروط التالية يصنف على أنه من نوع التمويلي في دفاتر المستأجر؟ طيب، which of the following is criterion for a lease to be classified as a finance؟ تقريبا نفس السؤال، عم يقول لك هل إنه نحن حتى نصرف تمويلي في دفاتر المستأجر يجب أن نعقد الضمان خيار شراء that the lease is reasonably certain to exercise؟ نعم، هلا قبل شوي جاوبنا عنه. طيب، doesn't transfer ownership؟ خطأ، احنا لازم الملكية، احنا قلنا في خمسة تحقق واحد منهم بس، من شروط تحقق انه في نقل، هون قال لك لا يوجد نقل، معناته خطأ. equal 65% من estimated use of life؟ لا، احنا قلنا 75% واكثر. القيمة الحالية 70%؟ لا، لازم تكون 90%. اذا هيك اسئلة لتكون اجوبتك عنها سريعة. السؤال 26، أي من القوائم أو من النصوص التالية حول عقد الإيجار هو خاطئ إذا كان تصنيفه على أنه if a lease classification criterion is met؟ يعني في حال أنت الـ تم تحقق شرط، فإنه أي من أي مما يلي خاطئ. يعني بمعنى نرى، أول شيء عم يقول لك المستأجر برسم صافي الاستثمار الإنجليزي، تمام، ولا بيسجل أصل المؤجر، ولا المستأجر بيعمل إطفاء للأصل، أو أن العقد من نوع مبيعات هو أحد أشكال التمويل، تمام. يعني عم يقول لك أي مما يلي خاطئ فيما يتعلق بالشروط المتلبية لهذا النوع. طيب، هل المستأجر هو إذا قال لك is false، هو هون شو قال لك is false، هل المستأجر برسمة صافي الاستثمار في الليز؟ نعم، نحن شو قلنا برسمة، يعني هو بمعنى إنه هو عم يحمل على نحن القيد شو حيكون من حساب الليز ريسيفيبلز الى حساب مين السيلز ريفينيو. الليز ريسيفيبلز او النت انفستمنت ان ذا ليز شو يساوي؟ يساوي الدفعات الايجاريه زائد شو؟ زائد البريزنت فاليوز تبعيه القيم سواء متبقي او جرانتي. طيب، اذا هاي صحيحه ليست فولس، هي رايت. طيب، المستاجر بيسجل الليز اسيت؟ نعم، نحن قلنا بيسجل الليز اسيت بيجعله دائم، بيشطب الاصل المؤجر. طيب، هل العقد من نوع المبيعات هو من أحد أشكال التمويل؟ طيب، عفواً، هون لحظة، هون ريكوردز، لا، هو ما بيسجل أصل، هو بيشطبه، بيعمل شطب للأصل، معناته الجواب الخاطئ هون، أنا راحت هاي عن بالي. يعني لاحظت هون إنه نعم، العقد الإيجار من نوع المبيعات هو أحد أشكال الفاينانسينج، مظبوط، والمستأجر بيعمل إطفاء إنه لأصل حق الاستخدام، ولكنه لا يسجل الليز أسيت، وإنما يقوم بشطبه، بيجعله دائم عند أول قيد. طيب، السؤال 27، هذا آخر سؤال بعقود الإيجار. السؤال 27 عم يقول لك إنه شركة وقعت عقد إيجار لمدة 3 سنوات لاستئجار أوتوموبيل on December 1. هاي السيارة، تمام، عندها سعر محدد 17,000. هاد least price، يعني هي قامة السعر، هي متسعر على أنها 17,000. على أنها شو؟ على أنها 17,000. طيب، إذا مدة العقد 3 سنين، القيمة العادلة للأصل هي 17,000. ليش؟ لأنه نحن القيمة العادلة هي أقرب ما تقوم للقيمة السوقية. فقال لك الليست برايس، إذا بتذكروا بالعقود الإيجار باليونيت 1 حكينا أي شيء ليست برايس هو بمعنى السيلينج برايس، اللي هو سعر البيع الكاش أو شو أو ستاند لون. طيب، العمر الاستيميتد يوز فور لايف 2 سنين، اللي هي العمر المفترض للسيارة، تمام،
بيفترض انه يتم دفعات 500 دولار في كل شهر لمده 36 شهر. تمام، اذا كل شهر ولمده 36 شهر عندي 500 دولار كل شهر يتم سداده. القيمه الحاليه ل 500 هاي كانت 15054. تمام، عندها معدل اقتراض اضافي و 15000 بالنسبه لمعدل الفائده الضمنيه، وهو معلوم لمين؟ للمستاجر. بناء على المعلومات انا the corporation should record the lease as so. طيب اذا نحن هون عم نحكي عن شو؟ نحن هون عم نحكي اذا عن حالة شركة وقعت عقد 3 سنين عقد إيجاري for an automobile on December 1. طيب بناء المعلومات على the corporation should record the lease as finance or operating، وهي من نوع sales lease bag، يعني انه من نوع المبيعات ومثل من عقد استئجار، هذا ما مطلوب منكم حاليا بالمنهج، و sales type lease و sales type lease. هلا لاحظ هون اول شيء انه قال لك القيمة الحالية لل 500 دولار، يعني انت اليوم عندك كل شهر 500 دولار لمدة 36 شهر، يعني هو انت هتدفع 18000، ال 18000 على مدى 3 سنوات اجمالي قيمتها تساوي حاليا قيمة حاليا مقدارها 15000. تمام، وفقا لمعدل الفائدة الضمني للشركة و 15496 معدل الفائدة، طبعا هذا الاقتراضي الإضافي، وهذا معدل الفائدة الضمني تبع المستأجر. أنت اليوم كcorporations عندك شركة مستأجر، وأنت بتعرف the implicit rate which is known to the lessee، أنت بتعرف معدل الاقتراض الضمني للمستأجر الحاسب عليك. إذا نحن نأخذ هذا المعامل بعين الاعتبار، ما بنأخذ هذا ليش؟ لأنه قال لك which is known to the lessee mean implicit rate. تمام، إذا بهاي الحالة نحن ال 17000 قيمتها الحالية 15496. طيب نجي نختبر العقد، بنقول 15496 على 17000 ضرب 100، لاحظ بتغطي 91% من شو؟ من اجمالي القيمة العادلة. احنا اليوم ال 17000 اذا اخذنا 90% تبعيتها، اذا القيمة العادلة 90% تبعها واكثر 15300. لاحظ هون انه معدل الفائدة الضمنة شو؟ بيتخطى بشكل كامل 90% من القيمة العادلة. اذا هذا العقد من نوع شو؟ بالنسبة للمستأجر من نوع الفاينانس ليز. ليش؟ لأنه تحقق شرط أنه تكون إجمالي القيمة الحالية للدفعات الإيجارية زائد القيمة الحالية لأي دفعات مبونة تساوي 90% وأكثر من القيمة العادلة. يعني أنت حتى تطالع قيمة 90% للقيمة العادلة بتاخد القيمة العادلة المعطى عندك في السؤال لتضربها 90 على 100، المفروض القيمة إجمالي القيمة الحالية للدفعات الإيجارية والقيمة الحالية للدفعات المضمونة تتجاوز ل 15300، يعني هاي تمثل 90%. كم هي 15300؟ إذا هو من نوع الفاينانس ليز. هيك بكون كملنا باقي الأسئلة المتعلقة بموضوع عقود الإيجار. طيب مثل ما قلتكم إن شاء الله في عنا أيضا محاضرات أخرى لاحقة، سواء عن البارت 2 إن شاء الله قريباً، وإن شاء الله أيضاً عن موضوع البارتشنز. طيب في بس هيك ملاحظة صغيرة، يلي عم يسمع آخر هذا الفيديو وصل معي لهاي الدقيقة. شوف يا جماعة، أنا بعرف أنه في محاضر عم يحكي عني، كويس؟ ما حنسمي مين هو، فيعني رجاءً اللي بيعرفه يقول له لو سمحت حاج تحكي عن الناس. طبعا عيب هذا الكلام يطلع،
منه هو مو مني انا لانه بلغ السيد الزبر حلو لهون بس اذا هو شايف حاله انه هو التوب يتفضل يفرجينا مناظره بيني وبينه اوكي مجموعتكم ان شاء الله في فيديوهات اخرى حتكون عن البادجتس بالنسبه لبارت 1 وايضا حنبلش مع بارت 2 للناس اللي وعدناها الشباب الصبايا مثل ما قلنا لهم انه اساسا نبلش الاسبوع الماضي ولكن الظروف عم تحكم موضوع عمليه التسجيل طبعا هي خاصه عندي بالبيت ما انا هي يعني موجوده برا ولكن انا شوي انا يعني الوضع مكركب فاجمل تحيه مني والسلام عليكم ورحمه الله.